انا زياد طارق، لاعب النادي الاهلي مواليد 2000، مركزي تحت الفراوده وجناح هجوم. انا رحت اكاديميه كابتن علي ماهر وانا عندي 5 سنين واتمرنت فيها، وبعدين رحت ام بي سنه 2008، وبعدين جيت على النادي الاهلي هنا 2010. كل يوم باجي النادي الاهلي مع الفرقه اتمرن واروح لحد ما اتقيدت بقى. اكيد طبعا فرحه ما اقدرش اوصفها، يعني ده النادي الاهلي ما نمتش تقريبا من الفرحه، ما كنتش عارف انام عشان النادي الاهلي ده حاجه كبيره. طبعا انا استفدت طبعا من كل المدربين. انا اول ما جيت كان كابتن محمد شرف مسكنا، وبعدين كابتن اسامه عباس، وبعدين كابتن عصام صلاح، وكابتن هشام حنفي، وبعدين كابتن احمد سراج بقى، والسنه دي كابتن امين عراب. هو اليوم بيبدا مثلا التمرين الساعه 1، بنخلص تمرين بنقعد شويه مع الفرقه نهزر ونضحك، واقرب الناس ليا كلهم قريبين مني. يعني طبعا بيبقى لازم يبقى في التزام في حياتك، خروجات كتير بتبقى، مفيش خروجات كتير، مش بتبقى زي الناس العاديه، يعني ما تبسطش في حياتك، تبقى حياه صعبه. يعني احلامي ان شاء الله يعني ان انا اطلع الدرجه الاولى واحقق بطولات في الدرجه الاولى، واسعد جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. انا مسعي الاعلى كابتن وليد سليمان عشان هو لعيب كبير وحقق بطولات للنادي الاهلي وراجل قيمه عاليه، يعني عشان روحه وراجل كابتن هداف ومخلص للنادي الاهلي وبيحب النادي الاهلي بجد من قلبه. يعني ببقى نفسي طبعا اشارك معاهم، ببقى نفسي معاهم في الملعب، وده حلم بيتمناه اي حد، مش اي لعيب كوره، واي حد في الدنيا بيتمنى يبقى يلعب في النادي الاهلي. يعني كابتن ابو تريكه في الصفاقسي طبعا دي حاجه يعني ما تتنسيش، ما فيش حد اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي ما حدش بينسى الجول ده، يعني كان جول صعب جدا وفي وقت صعب. يعني الهدف الاول للنادي الاهلي محمد ابو تريكه يخطف الهدف، هدف غالي جدا. كان حلم من احلام حياتي ان العب مع كابتن ابو تريكه طبعا، وجونين طبعا كابتن اسامه حسني في الكاس قدام الزمالك. وفي انتشار وادي توغل وادي احمد صديق، ممكن يحط احمد وبيلعبها عرضيه وجول جول 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 جول. كابتن حسام عاشور وكابتن وليد سليمان طبعا عشان هم اكبر اتنين دلوقتي في الدرجه الاولى وشايلين الفرقه. كوره خطيره وكوره من وليد سليمان والهدف الثاني، هدف الثاني وليد سليمان. انا بقول لكابتن وليد سليمان ربنا يكرمه ان شاء الله الفتره الجايه ويحقق بطولات النادي الاهلي. انا بشكر طبعا كابتن اسامه حسني وبشكر برنامج الاشبال ان هو بيسلط الضوء على قطاع الناشئين هنا.